انا كنسولك دابا، انت سولت، انا تنسولك هذا السؤال، كيفاش غدير كلاينت؟ واش اخويا غادي تبيع لهم قشا وش عشره هما باش غدير الكلاينت؟ اي بي تي في ولا ايكوم لوكال از ا بيجينر. اي بي تي في اخويا نسبه النجاح ديالك في الاي بي تي في اكبر بكثير من نسبه النجاح ديالك في الكاشون ديليفري في المغرب. انا كنقولها لك اخويا انطلاقا مما ارى الدراري اللهم بارك بزاف ناجحين في الاي بي تي في. والاي بي تي في اخوتي نعاود نقول لكم انه الاي بي تي في اتس ا فيري جود بزنس، تيخدم العام كامل، ماشي كيخدم غير في الكوب مونديال. بزاف الناس عندهم التخوف ان غير في لاكوب راه غيكون خدام، لا، هو لاكوب كتكون شويه لا دوموند على الاي بي تي في بطبيعه الحال، ولكن العام كامل كتبيع وكدير به كلاينت، ودوك الكلاينت كيخدموا بوشاوبي. جا عندي واحد الدري من كازا السبت، لا السبت، نهار الجمعه الى باقي الجمعه، كان جا عندي واحد الدري من كازا، والله العظيم الا عنده شي 2000 كليان غير بوشاوبي، ما عمرو خدم هو. قال لي الاونلاين، قال لي بديت في 2017، قال لي بديت في 2017، من 2017 هو خدام في الاي تي في. قال لي عندي 2000 كليان، زعما عنده 2000 كليان ثابته، ماشي العام جات لا، وديك 2000 كليان قال لي غير حيت عندي انا لو سيرفيس زوين شي تيجي بجي، مع العلم انه كيبيع السيرفرات بغاليين بزاف، تيبيع ب 80 اورو، يعني الا درنا واحد شويه النت بروفيت غنلقاه كيضرب واحد 120 مليون في العام. الله يسهل عليه، غير باش تعرف انه راه هاد الدومين هذا سي تان دومين اللي كدير به كلاينت، واذا كان لو سيرفيس عندك زوين كيبقاو يجيوك كلاينت اخرين، وحتى انه تجدد الاشتراك. الكاش اون ديليفري في المغرب اخويا، قول لي كيفاش غدير الكلاينت؟ انا كنسولك دابا، انت سولت، انا تنسولك هذا السؤال، كيفاش غدير كلاينت؟ واش اخويا غادي تبيع لهم قشا وش عشره هما باش غدير الكلاينت؟ مايمكنش بدوك قشا وش عشره اللي كيتباعوا، هذا الشيء اللي كاين في السوق. ما سير اخويا للقيصريات، سير اخويا القصاريات في كازا، سير شوف السلعه اللي كاينه في كازا، راه ما غاديش تلقى سلعه مزيانه، هذيك السلعه ما عمرك غدير بها كليانت. واش انت اخويا خص كل عام تبقى ديما دير الاشهار 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 نهار يتسد لك الفيسبوك انت ما تدخلش الفلوس؟ هذا هو اللي توقع للناس، هادشي اللي هذا هو اللي توقع للناس، هادشي اللي توقع للناس في الكونت، نهار ما تيتسد لهم شوف لا بغيتي تقتلو يتسد ليه الكونت، يتسد ليه الادس ديالو. ثانيا انت كتخدم في الاي بي تي في في اسواق عالميه، كاين الناس اللي كيهضروا على المنافسه، المنافسه بزاف الناس غيتلاحوا الاي بي تي في، واش كاينه؟ لا ما كايناش منافسه، انت كتعمل في اسواق اللي هي اسواق عالميه. المنافسه الحقيقيه هي اللي كاينه في المغرب، راه العالم كامل ديال الكاش اون ديليفري في المغرب، فما يمكنش انك دابا انا نعطيك هي مقارنات، انت قلتي شنو هي نسبه النجاح اكثر، عطيتك المغرب هذا في المغرب تخدم الكاشون ديليفري، خدموا لي اخويا خدموا لي براند، متفق معك عندك براند اخويا خدام عليها، الله يسر لي براند ثاني عندها مقومات ديالها واحتياجات ديالها، لان البراند ما يمكنش تجي وتلونسها، لا بغيتي تجي وتلونسي براند وانت ما خصك تكون عندك ديجا اكسبيريونس في الكاشون ديليفري، لان ما منحقكش انك دير بعض الاخطاء نقدروا نقولوا البليده، اما في التسويق اما في ليفريزون اما في الكونفيرماسيون، يعني خصك تكون داوز هذا الشيء بعدا عاد تبدا براند ديالك، سينو راك خصك تشوف شي واحد اللي واكبك طيلات لونسمون ديال البراند. البراند كتحتاج راس مال كبير، كذب عليك الكذاب اللي يقول لك براند غتلونسيها ب 5000 درهم ولا 6000 درهم ولا 10000 درهم، كتبغي راس مال كبير، يعني هادو كلهم مشاكل. فهذا غير مقارنات بين اللي بغى يبدا، انا كننصح انه لو ما تبدا اي بي تي في على انك تبدا كاشون ديليفري.